كتير من الأصدقاء في القناة يا جماعة سألوني إن هم عايزين يشتروا مينوكسيديل مستورد زي روجين أو كيركلاند وهم هنا في مصر، وإحنا عندنا المنتجات دي في مصر للأسف لو هتجيبها من أي صيدلية هيكون السعر بتاعها غالي جدا وكمان غير متوفرة في الصيدليات بشكل كبير. كتير جدا إن أنت تدفع 2000 جنيه مثلا في 3 أزايز من المينوكسيديل. فإيه الحل البديل؟ إحنا هنتكلم النهاردة عن ازاي تشتري المينوكسيديل المستورد لو انت في مصر، يعني ازاي تشتري المينوكسيديل المستورد سواء كيركلاند او روجين، ودول النوعين اللي انا هرشحهم وهتكلم عنهم لان كمان بيبقى عليهم عروض من امازون كتير جدا. هقولك ازاي تشتريهم باكتر من طريقة ويوصلوا لك لحد باب البيت. بنقول موضوع ان احنا نشتري مينوكسيديل من بره او مينوكسيديل مستورد، يعني ببساطة لان المواد الفعالة بتاعة المينوكسيديل المستورد سواء كيركلاند او روجين بتكون اعلى عموما من المواد الفعالة اللي موجودة في المينوكسيديل المصري او المحلي. احنا مشكلتنا في مصر موضوع شراء المنتجات من الخارج عموما، فالناس اللي حابة ان هي تجرب مينوكسيديل مستورد، واحنا هنتكلم النهاردة اكتر عن كيركلاند لان هو الارخص سعرا، وبس هو كيركلاند هنا انا باخده كمثال وليس كحاجة. انت عايز تجيب روجين ماشي هاته مفيش مشكلة، روجين ممتاز وهو من اعلى انواع المينوكسيديل، لكن انا هنا هاخد المثال على كيركلاند لان هو بيقدم افضل قيمة مقابل سعر. ايه بقى الطرق اللي احنا ممكن في مصر هنا نشتري بيها المينوكسيديل المستورد او تحديدا الكيركلاند من موقع امازون الالكتروني؟ وانا افضل ان انت تشتري من موقع امازون لاسباب كتير من ضمنها الضرائب والجمارك وسهولة التوصيل وخلافه. المهم وبرضه الامان، يعني من اكثر المواقع امانا برضه انك تشتري منها. أو انت هتدخل على امازون قدامك اكتر من طريقه تشتري بيها من عليه المينوكسيديل. اول طريقه وانك تشتري من على امازون بشكل مباشر، بمعنى ان انت هتخش على موقع امازون بشكل طبيعي تكتب كيركلاند مينوكسيديل تشوف الارخص الاسعار الارخص، قلب في الموقع شويه وشوف افضل الاسعار بالنسبه لك، ولما تلاقي المنتج اللي انت عايزه اختار المنتج اللي انت عايزه وحطه في الكارت بتاعتك. وطبعا تكون قبل الكلام ده كله تكون ليك اكاونت او حساب على موقع امازون، وتخش تضيفه او تخش تضيف المنتج على الكارت او العربة التسوق بتاعتك وتشتريه عن طريقها بشكل مباشر. امازون في بعض السلع بيدعم شحنها لمصر بشكل طبيعي جدا ولكل البلاد العربية برضو اللي حابب يشتري من موقع امازون. ولكن الطريقة دي طريقة بختك يا ابو بخيت، بمعنى ان انت هنا ممكن تلاقي مثلا شركة الشحن اللي هي دي اتش ال او اي شركة شحن بتكلمك بتقولك المنتج بتاعك اللي جاي من امازون عليه ضرائب. طيب انت كده هم هيخيروك ما بين حاجتين، هيقولك تحب احنا نتعامل في موضوع الضرائب ده ولا تحب ان انت تتعامل فيه. لو انت تعاملت فيه هتتسحول وهتلف حوالين نفسك ومش هتعرف تتعامل فيه، انا جربت قبل كده وقرفت الصراحة وخليت الشركة هي اللي تتعامل فيه، فالشركة بتتعامل وبتاخد نسبة من الموضوع ده. المهم يعني سهل على نفسك وخلي الشركة هي تتعامل. وهنا في مشكلة للأسف ممكن تقابلك، وهي انك ممكن تتفاجئ بتمن الضرائب، ممكن تيجي في وقت الضرائب فيه ومش مظبطين، يعني تلاقي ضرائب غريبة ممكن تكون اكتر من ثمن المنتج نفسه وتلاقي نفسك بتدفع ضرائب كتير جدا على المنتج انت مش فاهم سببها. نيجي بقى للحل التاني اللي ممكن يكون اغلى ولكنه اسهل واضمن وامن، وهو الشراء عن طريق مواقع وسطاء الشراء او المواقع اللي هي زي هاتولنا وزي لينكس. انا مجربه لسه مؤخرا وعجبني جدا اول مرة اتعامل معاهم، والصراحة تعامل معاهم اكتر من رائع ومحترم جدا، وهم هاتولنا. هاتولنا جميل جدا في حاجة، انت هتخش الموقع بتاعهم بتاع هاتولنا، هتلاقي اول ما تخش الموقع كده خانة فاضية مكتوب عليها put your link here. المهم هتجيب ازاي؟ هتروح رايح على المنتج اللي انت عايزه في امازون وتاخد الرابط بتاع المنتج ده وتقوم واخده كوبي يعني وعامله بيست او لصق في الخانة اللي موجودة في موقع هاتولنا، وتروح دايس على الزرار اللي موجود فيها
هيقول لك، هيسألك شوية أسئلة، يقول لك المنتج اللي أنت شاريه ده عايز منه قطعة ولا قطعتين، عايز الشحن بتاعه ستاندرد ولا إكسبريس. ستاندرد دي اللي هو هيجي لك في خلال مثلا إيه من 15 يوم لشهر، إكسبريس ده بيجي أعتقد في خلال أسبوع على لو انت مستعجل يعني، ولكن بيكون اغلى طبعا اكسبريس ده. يسالك المنتج اللي انت شاريه ده عباره عن ايه، يعني هل هو مكمل غذائي ولا هدوم ولا ادوات رياضيه. تختار المنتج اللي هو طبعا هيبقى سبلمنت او هيكون من ضمن الخانه بتاعه المكملات الغذائيه. المهم بقى الميزه في الموقع ده ان انت لما هتدوس في النهايه سبميت هيروح جايب لك الاوردر الاجمالي بتاعك لغايه ما يجي من امازون لغايه باب بيتك. انت مالكش دعوه لا بضرايب ولا بشحن داخلي ولا بشحن ده خارجي ولا اي حاجه، هو هيحسب لك الحسبه كامله ويقول لك انت حسبتك يا باشا كذا، انت المبلغ النهائي اللي هتدفعه كذا. حلو، عجبك الكلام هتروح دايس ميك اوردر مثلا على سبيل المثال من موقع هاتولنا. موقع هاتولنا بقى فيه ميزه جميله جدا، انت مثلا لما بتيجي تشتري من امازون انت ما قدامكش غير حل واحد بس او حلين، ان انت تدفع عن طريق كريدت كارد او عن طريق الباي بال. ما اعتقدش في ناس كتير في مصر عندهم موضوع الباي بال ده، المهم هتضطر تدفع عن طريق الكريدت كارد. طيب هاتولنا بقى فيه ميزه جميله جدا او مزايا كتير جدا، وهو انه بيوفر الدفع عن طريق كريدت كارد ماشي، تحويل بنكي برضه ماشي، تدفع عن طريق فوري، عارف مكنة فوري اللي بنجيب منها كروت شحن الموبايل دي تدفع عن طريقها. ممكن عندهم اوبشن لو انت مش عايز كل الكلام ده ممكن يبعتوا لك هم حد لغايه البيت يستلم منك الفلوس، بس طبعا بيبقى بمقابل، يعني بياخد اعتقد 30 جنيه او حاجه زي كده زياده، ولكن ممكن يبعتوا لك حد البيت يستلم منك الفلوس وتعمل الاوردر. طيب يعني عندنا هنا طرق دفع كتيره جدا، عندنا سهوله في ان انت بتقدر تعرف اجمالي الاوردر بتاعك من اول ما يطلع من امريكا لغايه ما يجي لغايه باب بيتك هتدفع كام، بتدفع المبلغ ليهم، بيدوك رقم للاوردر بتاعك وهم بيقوموا بكل حاجه، والاوردر بتاعك هيجي لك زي الباشا. لو انت ستاندرد هيجي لك من 15 يوم لشهر، ولو انت اكسبرس هيجي لك في خلال من 5 ل 7 ايام على حد علمي. يعني الشركات دي جميله جدا يا جماعه، هي طبعا بتبقى اغلى او بتاخد زي ما بيقولوا سعر اغلى شويه، ولكن هم عاملين بقالهم او بيعملوا الفتره الاخيره يعني حاجات جميله جدا. هم ان بيعملوا خصومات على الجمارك وعلى الشحن، فانت لو اشتريت عن طريقهم هتلاقي نفسك تقريبا بتدفع نفس الفلوس اللي بتدفعها على امازون، وممكن كمان تكون اقل بالعروض اللي هم عاملينها دي، فهتلاقي نفسك بتدفع تقريبا نفس الفلوس اللي بتدفعها على امازون. هتلاقيهم كده في خانات عندهم كده، او اول ما تخش الموقع هتلاقيه يديك كود خصم تحطه في الاوردر بتاعك وتاخد خصم على الجمارك وعلى الشحن، وكل فتره بيعملوا نوع من انواع الخصومات بيتراوح ما بين احيانا 50% واحيانا 70% واحيانا 100% على الجمارك يعني والشحن. صراحه بشوفهم بيعملوها كتير، والمواقع دي عامه حلوه جدا، وانا بفضل الشراء عن طريقها عشان اريح دماغي من الاخر، يعني عشان ما اقعدش اتابع بقى مع دي اتش ال وشركات الشحن ان هي تبعت لي لا ده الحاجه بتاعتك محجوزه في الجمارك، لا مش عارف ايه، لا الكلام ده. فانا بشتري عن طريق الشركات زي هاتولنا وزي لينكس وزي شركات تانية كتير بتشتغل في الموضوع ده. انصحك لو انت في مصر وعايز عايز تشتري مينوكسيديل، عايز تشتري اي حاجة تانية علاجات للصلع الوراثي، او اي شيء تاني عايز تشتريه من على امازون ومش عارف تجيبه في مصر، اشتريه عن طريق الشركات دي حلوة جدا. وبرضو الشركات دي فيها ميزة ان انت في بعض المنتجات اصلا لا تقبل الشحن لمصر، يعني انت ما بتحط العنوان مصر بيجيب لك منتجات معينة. تمام، في منتجات ما بتجيش او ما بيحطلكش بيقول لك غير قابله للشحن لمصر، لكن هنا مع الشركات دي انت ممكن تختار المنتجات الغير قابله للشحن في مصر دي تختارها وهم برضو يجيبوها لك. فصراحه انصح التعامل معاهم. بس لو انت عايز تشتري بشكل مباشر عن طريق امازون، او لو انت في بلد عربي وعايز تشتري مباشره عن طريق امازون، اشتري من على امازون مينوكسيديل او اي حاجه تانية لعلاج الصلع الوراثي انت عايزها. ودي كان او يعني ده كان فيديو كده سريع عن انك ازاي للناس اللي عايزه تستخدم او تجرب المينوكسيديل المستورد وتحديدا كيركلاند اللي الناس سالت عليه كتير جدا لعلاج الصلع الوراثي، انصحك بيه جدا وانصحك تستخدم مينوكسيديل مستورد لان الماده الفعاله فعلا فيه اقوى من المينوكسيديل المحلي. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، لو عجبك دوس لايك من زرار اللايك اللي تحت، واشترك معانا في القناه من زرار السبسكرايب او الاشتراك، فعلا الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد نعمله
بنعمل فيديوهات عن علاجات الصلع الوراثي، تكثيف واطاله شعر اللحيه والصحه بشكل عام. واتمنى الفيديو يكون عجبك وافادك يا صديقي العزيز، واشوفك على خير في فيديو جديد برنامج الاكسبيرمنت. السلام عليكم.